السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون محركات الاحتراق الداخلي، وبالخصوص دور الديزل. نكمل ما بدأناه بالمحاضرات السابقة. طبعا احنا ذكرنا انه هناك عدة دورات، دورة اوتو، دورة ديزل، دورة يسموها ديول سايكل، الدورة المزدوجة، ودورة ايضا اكو دورات اخرى، لكن راح نركز على دورة اوتو ودورة ديزل، واحتمال ناخذ الدورة المزدوجة اللي هي الدول سايكل. قبل ما نبدي يعني دورة الديزل، اكو فد مفاهيم بعض الطلاب يعني سأل عنها يتردد استخدامها اثناء الدورات الحرارية اللي هي دورة اوتو، دورة ديزل، او اي دورة حرارية. اذن المصطلحات هي الايزوثيرمال، ممكن ماخذين ثرموديناميك. اذن الدورات الثرموديناميكية لها معاني، يعني تقول ايزوثيرمال بروسيس، راسا يتبادر تكون الى ذهنك انه هذه العملية، طبعا من اقول بروسيس يعني لها بدايه ولها نهايه. شلون امبارح يعني بالمحاضره السابقه قلنا مثلا من نقطه واحد الى نقطه اثنين، هذا المسار اللي هو بين نقطتين، النقطه تمثل حاله من حالات الغاز، يعني الى حاله اقصد بها الى ضغط معين، الى درجه حراره معينه، الى حجم معين. من انتقل الى نقطه رقم اثنين، الحاله اثنين او الستيت 2، زين، هاي الحاله لها ضغط جديد، لها حجم، لها يعني فد خواص جديده للغاز. فهاي المسار ما بين نقطة إلى نقطة، هاي يسموه بروسيس. فهاي البروسيس إما تتم بثبوت درجة الحرارة، يسموها ايزوثيرمال بروسيس، يعني عملية بثبوت درجة الحرارة مثل ما هنا موجودة أمامكم، ايزوثيرمال بروسيس يسموها ايزوثير. فمن تسمع ايزوثيرمال رأسا نقول إنه هاي العملية تمت بثبوت درجة الحرارة. يعني شنو؟ يعني T1 تساوي T2، T1 تساوي يعني الدلتا تي من ناقص T1 ناقص T2 يطلع صفر. هاي المقصد من عندها. زين، من تقول ان ايزوباريك بروسيس يعني بثبوت الضغط، اللي هسه اليوم راح نحكيها. اليوم دوره الديزل عندنا بثبوت الضغط، ايزوباريك بروسيس يعني شنو؟ يعني البي عند النقطه واحد نفس البي عند النقطه اثنين، ماني مقصدي واحد واثنين، يعني الحاله الابتدائيه والحاله النهائيه، يعني ليس نعم. بالنسبه للايزوباريك بروسيس، يقول ايزوباريك بروسيس occurs at constant pressure، يعني عند ثبوت الضغط. يعني من تسمع ايزوباريك بروسيس تقول يعني البي 1 تساوي البي 2، البي الابتدائيه تساوي البي النهائيه، والدلتا بي راح تكون صفر. زين، اكو عندنا ايزوفوليوميك او يسموها ايزوكوريك او يسموها ايزوفوليومتريك، هاي كلها نفس المعاني بروسيس. هي تحدث بثبوت الحجم، اخذناها بالدورة الاوتو السابقة، واخذناها ايضا راح ناخذها هسه بدورة ديزل. اكو فد فقر عملية من العمليات راح تكون هي ايزوفوليوميك. وعندنا ايضا ايزنتروبيك بروسيس اللي هي بثبوت الانتروبي، يرمز لها بالرمز اس، فالدلتا اس تساوي صفر. ايضا هي عندنا هسه عمليات موجودة ايزنتروبيك يسموها. واخر شيء هي طبعا ذني مو بس ذني الحالات، ذني المهمات اللي نحتاجها، لكن هي اكو بعد. واخر شيء ادياباتيك بروسيس اللي هي تحدث بثبوت الحراره، مو درجه الحراره، بثبوت الحراره، يعني ما عندي حراره مضافه، كيو ادد وكيو ريجكتد، يعني ما عندي حراره مطروحه او حراره مضافه، وما عندي كتله خارجه وكتله داخله، يعني يكون نظام معزول، نظام معزول يسموه ادياباتيك بروسيس. الدلتا كيو صفر والدلتا ام صفر. هذا مو موضوعنا، هذا بس مجرد حتى تعرف انه احنا من نقول اي تسميه من ذي التسميات تعرف انه ايش يصير. زين، نجي ايضا ندخل على دوره الديزل اللي هي موضوعنا اليوم. دوره الديزل ايش يصير بيها؟ طبعا المحركات اللي تعمل بدوره الديزل ممكن تكون رباعيه الضربات، ممكن تكون شنو؟ ثنائيه الضربات. زين، لكن هو شنو بده يصير؟ اللي بده يصير انه اول شيء الفرق يعني عن دوره اوتو انه تسحب هواء فقط. شوف هنا يقول لك انجست اير اونلي، يعني تسحب فقط هواء بدون مو خليط من الهواء والوقود، هذا اول اختلاف. ثاني شيء راح تضغط هذا الهواء، كومبريس ات، ايضا بدوره اوتو ايضا تضغط الهواء، لكن الضغط هنا راح يكون شنو؟ اعلى، لانه نسبه الانضغاط الكومبريشن ريشيو تكون اعلى. زين، بالنسبه للفيول از هاي النقطه الثالثه، فيول از انجكتد انتو ذا كومبريست هوت اير، يعني شنو؟ يعني الوقود يحقن الى او داخل الهواء الحار المضغوط. الوقود يحقن، بينما هناك ما عندنا وقود يحقن، الوقود يدخل مع الشحنه وبعدين الشراره تنطلق. هنا ما عندي شراره، هنا عندي هواء حار ساخن ومضغوط،
راح تنضغط ب تحقن ب شحنة الوقود. زين، بعد ما شحنة الوقود تتلاقى مع هذا الهواء الحار المضغوط ايش راح يصير؟ راح تشتعل هذه الشحنة، يعني الخليط كله يشتعل ويسبب لي انفجار. هذا الانفجار يتم بثبوت الضغط لفترة وجيزة، وبعد ذلك يبدأ الضغط ينخفض يعني يحدث شوط القدرة. بعد ما يصل المكبس للنقطة الميتة السفلى، يعني أقصد نهاية شوط القدرة، راح بعد ذلك راح يعكس اتجاهها ويطرد لهذه الغازات إلى الخارج. النقطة وين؟ النقطة أنه الاشتعال في دورة أوتو كان بثبوت الحجم، الحجم ثابت وعندي اشتعال، ارتفع الضغط لأنه كان الضغط بدورة أوتو ما واصل إلى مرحلة يقدر يدفع المكبس، بينما هنا لا، عندي ضغط عالي فبإمكاني يدفع المكبس، فيستمر الاشتعال لفترة وجيزة بثبوت الضغط وبعدين يبدأ ينخفض. خلينا نجي نشوفها بشكل الرياضيات. قبل الرياضيات هنا طبعا هم موضح لكم اياها، يقول during the bottom isentropic process، هاي يقصد هاي يعني السفلى، هاي باللون الازرق. زين، isentropic يعني شنو؟ بثبوت الانتروبي. يقول energy is transferred into the system، الطاقة شلون تحول الى النظام بشكل شغل. يعني شنو بشكل شغل؟ يعني اني من اضغط الهواء، من اضغط الهواء ايش دا انجز عليه؟ دا انجز عليه شغل. ليش؟ لانه انا ما دام دا اضغطه وحجمه تغير معناته انجز عليه شغل. زين، من الهواء يتمدد ويدفع لي المكبس هو دا ينجز شغل. تلاحظون شلون الفرق؟ يعني بشوط الضغط اللي هو هذا اللون الازرق من نقطة واحد الى نقطة اثنين، هذا عندي ضغط، هذا اكو شغل، المكبس دا ينجز هذا الشغل وين؟ على الهواء دا يضغطه. يسموه work in، يعني الهواء دا يكتسب مثل دا يكتسب طاقة، طاقة مختزنة أو طاقة يسموها كامنة. زين، بشكل شغل. زين، ويقول no energy is transferred into or output out of the system in the form of heat، يعني يقول خلال هذه العملية هو راح يسخن الهواء، لكن ماكو ما راح يتم تبادل حراري ما بين الهواء وما بين المحيط الخارجي اللي هو متمثل بجدران الاسطوانه مثلا. زين، اذا العمليه تتم بثبوت تتم بدون انتقال حراره، يعني ما عندي حراره مفقوده او مكتسبه، هاي راحت. العمليه الثانيه اللي هي من النقطه 2 للنقطه 3، هاي مثليها بالخط الاحمر. يقول during the constant pressure، خلال ضغط ثابت. ليه ضغط ثابت؟ لانه شوف هسه انا شلون اعرف الضغط؟ الضغط من النقطة عند النقطة 2 هذا، وعند النقطة 3 ايضا هذا، فاذا ال P2 يساوي ال P3. زين، من ال P2 يساوي ال P3، هذا معناته شنو العملية؟ يسموها ايزوبارك اللي حكينا عليها. فيقول during the constant pressure، خالك اياها بين قوسين ايزوبارك يعني ثبوت الضغط، energy enters the system as heat. هنا يعني عند النقطة 2 راح يدخل شنو؟ راح يدخل الخليط يحقن الى يعني يحقن، هنا مو عندي هواء مضغوط، راح يحقن الخليط. خلال هذه العملية الخليط راح يبدي يشتعل، لكن شنو؟ راح يكون بثبوت الضغط، بثبوت الضغط لفترة وجيزة. بعد ذلك راح يدفع لي المكبس اللي هو هذا باللون الاصفر، يسموها ايضا ايزنتروبيك بروسيس، ايضا عمليه ثابته الانتروبيه. هنا شنو؟ الهواء الغازات المحترقه الانفجار اللي صار راح ينجز لي شغل على المكبس، يدفع لي المكبس. فشي يقول؟ يقول انرجي يعني الطاقه از ترانسفيرد اوت اوف ذا سيستم، يعني الطاقه ستنقل خارج النظام. يا نظام، هو النظام، النظام هو الان عندي الغازات، الغازات راح تنجز شغل على المحيط اللي متمثل بيش؟ بسطح المكبس، فيسموها W out، يعني الشغل المبذول من الغاز، الغاز ده ينجز شغل. زين، يعني هسه تخيل انت مثلا واحد ده يدفعك، انت مرتاح، هو ده يدفعك، انت قاعد بالسياره، السياره ده تدفعك، ده تنجز عليك شغل، انت قاعد مرتاح، ده تكتسب طاقه، لكن اذا انت ده تدفع السياره، انت ده تنجز عليها شغل. تلاحظ شلون؟ يعني هذا حتى تفرق ما بين ال W in والدبليو اوت. زين، دبليو اوت باي ديفينيشن
ايضا هنا مثل ما حكينا هنا هذا باللون الازرق يقول no energy is transferred into or out of the system in the form of. ايضا خلال هذه العملية ما عندي حرارة مفقودة او حرارة مكتسبة هنا، هنا عندي فقط شغل. زين، النقطة الخامسة العفو الرابعة اللي هي من نقطة 4 الى نقطة 1 يقول during the constant volume. هنا عندي بثبوت الحجم اللي هي isovolumic process. هنا ايش راح يصير؟ ال V1 يساوي V2 ويقول sum of energy flows out of the system. هنا ايش راح يصير؟ هنا بعد طبعا ما يوصل المكبس الى النقطة الميتة السفلى يعني لفترة وجيزة راح يفقد قسم من الحرارة عبر جدران الاسطوانة. زين، فمن يفقد جزء من الحرارة ايش راح يصير بالغاز؟ راح ينخفض ضغطه، لان الضغط يتناسب شنو؟ كل ما زادت الحرارة زاد الضغط، يتناسب طردي. فمن تنخفض درجة الحرارة هنا الضغط ايضا شوف شوي راح ينخفض. البي 4 والبي 1 تختلف وحدة عن الاخ، البي 4 اعلى من البي 1 فراح ينخفض الضغط. بعد ذلك راح تطرد الغازات عن طريق الحركة من النقطة الميتة العليا العفو السفلى الى العليا. هذني العمليات راح نشوف شنو الرياضيات مالتها. اريدكم شوية تركزون لانه اليوم البارحة كان عفوا المحاضرة السابقة كانت دورة اوتو اسهل. ليش؟ لانه كان عندنا فقط الكومبريشن ريشيو. هنا راح يظهر لنا مفهوم جديد اسمه الكت اوف ريشيو. يعني ويا الكومبريشن ريشيو اكو فشي اسمه الكت اوف ريشيو اللي هو النسبة ما بين الضغط عند النقطة 3 الى النقطة 2. زين، خلنا نجي اول عملية اللي هي مشابهة للعملية مال دورة الديزل. ايضا عندي انضغاط بروسس 1 تو 2 يعني من الواحد الى 2 من هاي النقطة الى هاي النقطة. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال P2 الى ال P1 الضغط الثاني على الضغط الاول شو يساوي لي؟ يساوي لي ال V1 على ال V2 اس جاما. لانه قلنا احنا كل ما يزيد الضغط الحجم شو يصير به؟ يقل، والعكس صحيح. زين، ليش اس جاما؟ لانه هي العملية الايزنتروبيك قانونها بهذا الشكل يكون. زين، اس جاما. زين، هنا يجي واحد يقول لي زين يابا انت ال V1 الى ال V2 مو نفسها نسبة الانضغاط؟ اقول له نعم، ال V1 هي ال V total هياتها، وال V2 اذا تشوفون المؤشر هذا ال V clearance volume. فاذا هي نسبة الانضغاط هاي نفسها مجرد انه ارفعها الى الاس جاما. اذا صار عندي ال P2 الى ال P1 يساوي الكومبريشن ريشيو اس جاما. عفوا. زين، وبالمثل عندي T2 الى T1 يساوي لي ايضا نفس الحالة، هم ال V1 الى ال V2 لانه التناسب ايضا يكون عكسي. زين، فهنا ايش راح يصير؟ اس جاما ناقص واحد يصير عندي، اس جاما ناقص واحد. طبعا ردت اقول لكم شغلة هنا، من تشوف اس يعني ناقص واحد هسه راح نحتاجها بعدين من نوصل لها. مثلا فرضا تقول اكس، واضحة الصورة امامكم مو صحيح؟ واضحة. زين، هسه هنا شنو راح نجي؟ راح يجي عندنا فد مفهوم اخر اسمه ال WN. هنا اني من انجزت شغل، هنا نسبة الانضغاط عالية من واحد الى اثنين، فانجزت شغل. فشلون احسب هذا الشغل؟ تعرفون انتو الشغل هو عبارة عن، قلنا يعني سابقا قلنا الشغل ينقاس ايضا عبارة عن الضغط في الحجم. هذا شغل يسموه شغل. ليش شغل؟ لانه قلنا هاي وحدات نيوتن على المتر مربع. انت اول ما تشوف هاي سوي الوحدات، اذا طلعت صحيحة معناته شغلك صحيح. في متر مكعب، فهاي المربع تروح ويا التكعيب يبقى واحد، فصير نيوتن في متر. هو الشغل وحداته شنو؟ جول، اللي هو نيوتن في متر. زين، ف P1V1 ناقص P2V2 على جاما ناقص واحد. هذا القانون مال الشغل المنجز وين؟ على الهواء. الشغل المنجز على الهواء، الهواء مو دخل الاسطوانة، من ينضغط المكبس انجز عليه شغل. زين، قبل لا انسى قلت لكم على هاي الجاما ناقص واحد، اكو عندنا دائما انت من تقول اكس اس اي ناقص بي، هاي شنو معناتها؟ معناتها x اس a على x اس b، مو صحيح؟ x، فمن تصعد المقام الصعده فوق شي يصير x اس a، والبي يصير سالب b.
فهنا من اقول سي ار اس جاما ناقص واحد، انت راسا كون شو تقول؟ تقول هاي معناتها، هاي تفيدني شو وقت من هسه ناخذها بالكفاءه شلون نختصر. هاي معناتها الكومبريشن ريشيو اس جاما على الكومبريشن ريشيو اس واحد، هاي سالب واحد من تنزل جوا تصير واحد، فتفيدنا بالاختصار. فهذا هو نفس هذا. زين، هذا باب يعني شيء بشوي يذكر على مود تعرفون شنو بده يصير. نجي للعملية الثانية واللي هي اللي تميز دورة الديزل، اللي هي من 2 إلى 3. العملية من 2 إلى 3 شنو راح يصير؟ يسموها ايزوبارك، ايزوبارك يسموها، اللي هي تتم بثبوت الضغط، بثبوت الضغط. زين، هاي العملية بثبوت الضغط ايش راح تتضمن لي؟ راح تتضمن لي اضافة حرارة، اضافة حرارة، لان بعد ما دخل انحقن الوقود مع الهواء المضغوط حيصير انفجار، فكأنما انضافت حرارة، لكن هاي الحرارة اضيفت بثبوت الضغط لفترة وجيزة. زين، هاي الحرارة شلون احسبها؟ سهلة، عندي قانون شي يقول، يقول الكيو اي، الكيو بشكل عام شي يساوي لي؟ يساوي لي الام سي بي تي 3 ناقص تي 2. هاي السي بي ليش ما قلنا سي في؟ لانه السي في يعني حرف في يصير بثبوت هاي، هاي اقصد عليها، هاي الحرارة النوعية، الحرارة النوعية بثبوت الضغط، بثبوت الضغط. بينما بدورة اوتو شو استخدمنا؟ استخدمنا سي في بثبوت الحجم. زين، من حسبنا الحرارة النوعية، فهنا شو نقول؟ الكتلة الام هي الكتلة، والسي بي هو الحرارة النوعية بثبوت الضغط، في الحرارة الثالثة ناقص الحرارة الأولى، الحرارة الثانية العفو، فراح تطلع لي الحرارة المضافة. زين، الشغل شلون احسبه؟ الشغل ايضا اقدر احسبه، شلون؟ اطرح ال بي في بي 3 في 3 ناقص بي 2 في 2، راح يطلع لي ايضا الشغل، هذا يسموه الاوت. زين، طبعا هنا بعدين ما هنا هاي المعادلة مو سويناها، هنا شنو استفاد؟ استفاد عندي البي 3 والبي 2 مساويات، لان هو دا يقول لي بثبوت بثبوت الضغط، فالبي 2 تساوي بي 3، فهنا انا ايش اقدر؟ اقدر اطلع عامل مشترك، اما اطلع البي 2 عامل مشترك ويصير في 3 ناقص في 2، واما اطلع البي 3، يعني هي مساويات اثنينات. ليش؟ كاتب لك التعليل، لانه كونستنت بريشر، فتصير معادلة الشغل الخارج بهاي المرحلة هي P2 أو P3 كيفك ياها تريدها في V3 ناقص V2. زين، بعدين شكدر هنا راح ينشأ لي فد مفهوم هياته، إذا تشوفوا اسمه الكت اوف ريشيو. الكت اوف ريشيو هو تعريفه يرمزوا له هيك RC في بعض المصادر، فش يقول؟ يقول ان ديزل انجين، هاي الار الكت اوف ريشيو موجودة في دورات الديزل، ما موجودة بدورة اوتو. هاي شنو معناته؟ يقول is the ratio of volume، نسبة الحجم بعد الاحتراق اللي هي هاي V3 بعد ما احترق الخليط، إلى نسبة الحجم قبل الاحتراق، هنا قبل ما يحترق. فكأنما هاي النسبة هنا أنا كاتب لك إياها، هاي الكت اوف ريشيو يساوي V3 على V2، هاي V3 هنا على V2. ومن عندها طبعا انا شنو عندي مجهول اقدر استخرجه؟ مثلا اذا ال V3 عندي مجهول اقدر استخرج طرفين بوسطين، يصير عندي ال V2 RC، او اذا ال V2 مجهول اقدر هذا ال V2 اوديه هنا والRC اجيبه جوا، يصير V3 على RC، وهكذا. فاقدر اطلع عدة معادلة. ليش خليتها بالاحمر؟ لانه راح نحتاجها بحسابات الكفاءة، راح اذكركم بها هسه من نروح لها. زين، هاي اخزنوها في بالكم، حتى لو سجلوها يمكن بورقة او شيء، راح نحتاجها بحسابات الكفاءة. بالمثل، بالمثل ال RC ايضا شو تساوي لي؟ T3 على T2، وايضا هاي هم راح ناخذها نستفاد من عندها. اذا الكت اوف ريشيو راح نستفاد من عندها، اللي هي موجودة في محركات الديزل وبالخصوص في العملية من 2 إلى 3. هاي الكت اوف ريشيو، هاي تعريفها هنا همين موجود. زين، نجي على العملية من 3 إلى 4، اللي هي شنو راح يصير؟ هاي 3 إلى 4 تمدد، اللي هو شنو؟ يكون تحرك المكبس من النقطة الميتة العليا، طبعا هو يعني تحرك من النقطة الميتة
العليا، تحرك مسافة وصل لهنا، هذا الحجم 3 V3، وهذا V2 على V2 قلنا الكتوف ريشيو، يعني هو تحرك المكبس رجع، لكن بثبوت الضغط. بعد ذلك بعد النقطة 3 راح يبدي ينخفض الضغط وصولا إلى النقطة الميتة السفلى. يعني أريدك يكون عندك فشي واضح أنه شوط القدرة اللي هو راح يبدي من نقطة 2 إلى نقطة 4، من نقطة 2 للنقطة 3 بثبوت الضغط، ومن نقطة 3 لنقطة 4 الضغط راح يبدي ينخفض. فهذا كله هو شوط شنو؟ شوط القدرة. زين، هسه احنا شنو خلصنا من 2 إلى 3، نجي من 3 إلى 4 أيضا نفس الحالة، مشابهة إلى منو؟ إلى الايزنتروبيك كومبريشن اللي أخذناها، هي من 1 إلى 2 تذكروها هسه قبل شوية. هاي تمدد شنو القوانين مالتها؟ أيضا يقول الـ P4، هاي الـ P4 على الـ P3 يساوي الـ V3 على الـ V4، يعني علاقة عكسية أوس جاما. زين، وبالمثل هسه أنا صار عندي فشي اسمه الـ Cut Off Ratio، هي تاني سويت لكم إياه. إحنا مو قلنا الـ V3 هسه بالسلايد اللي قبله، قلت لكم هاي حفظوها المعادلة. الـ V3 ايش راح يساوي لي؟ تساوي لي الـ V2 في الـ Cut Off Ratio، فأعوضها هنا الـ V2 في الـ Cut Off Ratio على V4. فايش راح يصير عندي هنا؟ شوف الـ هي صح تجوز شوفوها هسه صارت، بس هاي يصير تلاعب. ليش؟ على مود أنت تقدر تعوض شيء مكان شيء وتختصر، ويعني تستفاد منه بهالوضع هذا. هنا شي يقول الـ V3 قلنا يساوي R، هذا الـ Cut Off Ratio في الـ V2. زين، يجي واحد شي يقول يا بمو الـ V2 على الـ V4 هي مقلوب الـ Compression Ratio. يقول له ليش مقلوب الـ Compression Ratio؟ يقول لأنه الـ V4 هو حجم الأسطوانة الكلي، هذا الـ V4 هو الـ VT. زين، والـ V2 هاي الـ V2 هو شنو؟ الـ VC الـ Clearance Volume. زين، هو الـ Compression Ratio شو تساوي لي؟ تساوي لي الـ VT على الـ VC. زين، هنا شنو صاير عندي؟ صاير عندي بالعكس الـ VC على الـ VT. إذا يقول لي معناته هاي المقلوب مال Compression Ratio، أقول له نعم صحيح، هذا المقلوب مال Compression Ratio. ها، فكروا بيها زين قبل ما نروح إذا تيهتوا. صح كلامي لو غلط أعيدها على السريع. الـ V3 بالسلايد السابق إيش قلنا؟ قلنا تساوي لي الـ V2 في الـ Cut Off Ratio، هاي الـ RC، الـ RC الـ Cut Off Ratio. هاي خلصنا من عندها. بعد ما عوضت بهالطريقة هاي نشا عندي شنو؟ نشا عندي فشي اسمه الـ V2 على الـ V4. الـ V2 هي الـ VC، حجم غرفة الاحتراق، الـ Clearance Volume. والـ V4 هي شنو؟ الـ VT، حجم الأسطوانة الكلي. زين، الـ VT على الـ VC هي شنو؟ يعني هنا الـ Compression Ratio هي المفروض تصير VT على VC، هنا مقلوبة، فش تصير؟ تصير 1 على الـ Compression Ratio. وهنا احنا شو نخليها؟ الـ RC بقت نفسها، ما عندنا اختصار بها أو تلاعب، تلاعب صار عندي هنا، هاي صارت شنو عندي؟ 1 على الـ Compression Ratio. فالقانون صار بهالشكل هذا، RC على 1 RC على الكمبريشن ريشيو اس جاما. صارت واضحه المساله؟ حتى تعرفون شلون صارت، يعني هنا خلي هيجي، هاي صارت هيجي، وبعدين هاي اعيد لكم اياها. ماشي، شوفوا طلاب، احنا بالسلايد السابق قلنا وصلنا الى قناعه، يعني احنا مو قلنا الـ RC تساوي الـ V3 على الـ V2، وقلنا من عندها حتنشا عندنا معادلة، مو صحيح؟ راح تنشا عندنا معادلة انه الـ V3 تساوي الـ RC في الـ V2. هاي قلت لكم خليتها بالأحمر حتى نحتاجها بعدين. هسه اجى وقتها، شلون؟ احنا مو عندنا هسه هنا بالقانون العادي، ما عندنا هسه مشكلة، هاي هذا قانون عادي. عندنا الـ P4 على الـ P3 تساوي للـ V3 على الـ V4 أوس جاما. طبعًا الكل أوس جاما. زين، أنا عندي مسبقًا الـ V3 طلعتها بدلالة الـ V2 وبدلالة الـ
كات اوف ريشيو. الكات اوف ريشيو اقصد بها الار سي، هياتها كات اوف ريشيو، هاي الار سي. زين، هذا اجي اعوض عن في 3 بما يساوي، هذا عوضت عن الفي 3 بما يساوي، من عوضت عن الفي 3 بما يساوي صار عندي الفي 2 على الفي 4 هو مقلوب الكومبريشن ريشيو، مو الكت اوف ريشيو، الكومبريشن ريشيو نسبة الانضغاط، هذا مقلوب نسبة الانضغاط. فأنا شكلت قلت يابا معناتها شنو؟ معناتها الحجم 4 على الحجم 3 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الكت اوف ريشيو اللي هي موجودة اصلا هنا على مقلوب اللي شو اسمه العفو في مقلوب الكومبريشن ريشيو، فراح يصير كنا ما بسطوا مقام، يصير الكت اوف ريشيو على الكومبريشن ريشيو مرفوع للاس جاما، هذا المقصود من عندها. تلاحظون شلون هنا ايش راح استفاد؟ راح استفاد انه انا بعد من اريد اعرف النسبه ما بين ذني الضغطين او واحد من عندها مجهول، ما يحتاج اني استخدم حجوم، مجرد اني اعرف الكت اوف ريشيو ايش قد واعرف الكومبريشن ريشيو راح اقدر استخرج المجهول. يعني هاي طبعا راح نحتاجها هواي هسه من نحسب الكفاءه، شوفها تصير يعني شو اسمه ملحمه تصير. زين، ما ادري صارت واضحه؟ صارت واضحه؟ نعم دكتور واضح. ماشي ماشي. زين هسه نجي على ال T4 على T3 نفس الحالة، بس شنو أس جاما ناقص واحد. هاي من أقول أس جاما ناقص واحد شنو معناتها؟ معناتها V3 على V4 الكل أس جاما على V3 على V4، هاي أس واحد تصير، هاي معناتها هذا هذا معناتها هذا. يعني هاي حتى تعرفون شنو معناتها. زين نمسحها. عفوا، هنا هسه عندي نفس الحالة بس أس جاما ناقص واحد، أيضا العملية نفسها كررت، يعني شوف نفس العملية تكررت لكن مو كان أس جاما، أس جاما ناقص واحد. ليش؟ لأنه هو القانون هو هيك يقول، يعني ما تفاصيله صراحة ما أعرف شنو السبب، بس هي أكيد بيها فد اشتقاق معين. زين التي أيضا نفس الحالة. زين هنا من اقول لك البي 4 على بي 3 يساوي لهذا المقدار والتي 4 على تي 3 يساوي لهذا المقدار، اذا هسه بعد انت تقدر تطلع تي 4 بدلاله تي 3 اذا عرفت الكت اوف ريشيو والكومبريشن ريشيو، وتقدر تطلع بي 3 او بي 4 بدلاله الاخر ايضا اذا عرفت الكت اوف ريشيو. الجاما طبعا معروفه قلنا 1.4 يعني ما تعتبر مجهول. زين نجي على الشغل. زين هنا المكبس من يتحرك من نقطة 3 إلى 4 مو يعني الغاز من يتمدد مو أنجز شغل على المكبس، هو أنجز شغل على المكبس، يعني هو دي يفقد طاقة ينطيها للمكبس. فصار عندي شلون أحسب الشغل هذا؟ أيضا أحسبه P3 V3 على P4 العفو ناقص P4 V4 على جاما ناقص واحد. هاي بالنسبة لعملية 3 إلى 4 اللي هي عملية تمدد الغازات ودفع المكبس إلى الأسفل، واللي هي جزء من شوط القدرة. ليش قلت جزء من شوط القدرة؟ لأنه شوط القدرة راح يبدي من 2 إلى 3 هذا جزء، وبعدين من 3 إلى 4 جزء آخر. فشوف شوط القدرة حصير بعمليتين كأنما مختلفتين، واحدة بثبوت الضغط ايزوبارك وواحدة بثبوت الانتروبية ايزنتروبيك، وكل واحدة لها قوانينها. زين نجي على آخر شيء، آخر العنقود. هنا ايش راح يصير؟ يقول بروسس 4 إلى 1، يعني شنو؟ يعني العملية من 4 إلى 1. يقول له heat rejected at constant volume، إذا هنا أيضا عندي بثبوت الحجم. شوفوا هاي دورة ديزل ايش قد بيها؟ بيها هاي العملية isentropic بثبوت الانتروبية، هاي العملية منا لهنا ايزوبارك بثبوت الحجم، منا لهنا ايضا ايزنتروبيك، ومنا لهنا ايزوفوليوميك، صارت ثلاث عمليات، يعني ثلاث انواع من العمليات موجوده. زين فهنا بثبوت الحجم، ليش بثبوت الحجم؟ لانه الحجم عند النقطه 4 هو نفس الحجم عند النقطه 1، يعني الحجم يا هو عند المحور السيني
فمن الجر خط مستقيم نفس الحجم، شلون هنا جرينا خط مستقيم نفس الضغط، فهنا عندي نفس الحجم، اذا صار عندي عمليه بثبوت الضغط وعندي عمليه ايضا شنو بثبوت الحجم. زين ايش يترتب على هذه العمليه بثبوت الحجم؟ يترتب انه اني اقدر احسب الحراره المطروحه اللي راح تنطرح وين؟ راح تنطرح عبر جدران الاسطوانه وبعدين من ثم عبر الجيوب المائيه والى جهاز التبريد وغيرها. هنا الحراره المفقوده اللي كيو ريجكتد ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الكتله، هاي الكتله معروفه. هنا ايش استخدم بعد؟ ما استخدم سي بي، استخدم سي في. ليش؟ انه العمليه شنو؟ بثبوت الحجم، فاستخدم سي في. هنا صارت اكثر تعقيد من دوره اوتو. بدوره اوتو السي في اختصرتها بحسبه الكفاءه، اختصرتها السي في لانه الكيو ريجكتد والكيو ادد اثنيناتهم استخدم بها سي في، فاختصرت. هنا ما راح تختصر، هنا ما راح تختصر، راح تصير عمليه شويه اعقد. هسه راح نشوفها بس ان شاء الله افصل لكم اياها، يعني ما راح تدوخون بها، او تدوخون جوز ما ادري والله، بس احاول اني ابسطها لكم. زين ف طبعا هاي الدلتا تي تي 4 ناقص تي 1. طبعا هاي الدلتا تي يعني بيها فد لعبه. الدلتا تي دائما قلت لكم اذا تستخدمون الحراره النهائيه ناقص الحراره الابتدائيه، فانت تقدر شو تقول؟ تقول كيو ادد يعني مجموع الحراره اللي صارت زائدا كيو ريجكتد. ليش؟ لانه الناتج مال كيو ريجكتد اذا استخدمت النهائيه زائد الابتدائيه يعني الواحد ناقص الاربعه راح تطلع بالسالب، فحتى لو تجمع هو راح يصير طرح. اما اذا استخدمتها لا، الكبير ناقص الصغير اللي يعني دائما راح تطلع موجبه هاي، يعني مثلا السنة مستخدم الكبير ناقص الصغير، الاربعه ناقص واحد. فراح تطلع دائما هاي موجبه، فاضطر لا اكتب طرح، اكتب كيو ادد ناقص كيو ريجكتد، اني اكتبها ناقص. ليش؟ انه هي يعني شلون ما من حاسبيها ما ماخذين الاشاره بنظر الاعتبار. فاحنا هسه راح ناخذ الكبير يعني نعتبرها موجبه فنطرح. زين بعد ايش استفاد من هاي العمليه؟ اللي راح يصير هو البي 4 على البي على التي 4 يساوي البي 1 على التي 1، او اذا اريد اكتبها بغير صيغه اقول البي 4 على البي 1 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي التي 4 على التي 1 طرفين وبسطين، فتريد تكتبها هيك تريد تكتبها هيك ما ياثر. زين هاي بالنسبه للعمليه الاخيره. بعد ذلك راح يكون شوط العادم راح ينطرد الغازات للخارج. نمسح هذني. زين خلينا ننتقل الى مفهوم الكفاءه اللي هي راح يكون شويه يعني نوعا ما يعني معقد، لكن ان شاء الله ما راح يكون معقد بالنسبه لكم. هنا موضوع الكفاءة راح نبدي مثل ما بدينا بمحركات الاوتو. يعني شنو؟ يعني ايضا شنو نقول؟ نقول الكفاءة هاي الايتا توتا عفوا الايتا يعني ثيرمال تي ثيرمال يعني الكفاءة الحرارية المحركات الديزل ايش راح تصير؟ راح تصير عبارة عن الشغل المنجز زين على الكيو ار على الكيو اي الحرارة الكلية المضافة بعدين في 100%. زين هذا شو يساوي لي؟ قلنا الدبليو يساوي لي الكيو اي ناقص الكيو ار. البارحه شرحنا هاي، طلعت لكم هاي الدوائر والمستطيل، وضحت لكم انه الطاقه الحراريه هاي المضافه مو كلها راح تتحول شغل، قسم من عندها راح يطرد. فالفرق بيناتهم هو يسموه النيتورك اللي هو الشغل الصافي، الشغل الصافي. زين فالدبليو هي الكيو اي ناقص الكيو ار نفس ما البارحه الكيو اي بالمقام. زين نجي شو نسوي؟ هاي قلنا لكم المقام هذا ومقام هذا، فيصير هذا كيو اي على كيو اي واحد. زين كيو اي على كيو اي واحد وكيو ار على كيو اي تبقى نفسها موجوده هنا. فايش راح يصير؟ راح يصير عندي واحد ناقص كيو ار على كيو اي، تخليهم كلها بين قوسين تضربها في 100. زين لهنا هذا نفس الحكي مال البارحه، الاختلاف راح يبدي من هالخطوه. شلون؟ البارحة ايش قلنا؟ قلنا الكيو ار هي ام سي في تي 4 ناقص تي 1. زين؟ والحرارة الاي الكيو اي تساوي ام سي في ايضا
تي 3 فاختصرنا السي فيات واختصرنا لين بقت بس درجة حرارة واشتغلنا بها. هنا لا، هنا راح يصير عندي شنو؟ حاختصر فقط الكتلة، راح يبقى عندي سي في على سي بي. السي في على سي بي هو شنو؟ طبعا هناك في شيء يعني رايح معادلة شت كاتب لكم اياها هنا زين. السي في هو شنو معادلته؟ هاي البارحة قلت لكم للاطلاع تذكرون. وهنا السي بي شنو معادلته؟ هاي معادلته نفس هاي بس بيها جاما قبل الار زين. فصار عندي كانما شنو الام اختصرت الكتله، بقى عندي سي في اللي هي هذا سي في، هذا سي في، والسي بي هذا سي بي. لهنا اكو مشكله؟ ما عندي مشكله، وعندي درجات حراره زين. بعد ذلك ايش راح يصير عندي؟ راح اجي اشوف شنو اللي اقدر اختصره من هاي المعادله. راح اجي اختصر الار، ممكن اختصره ويا الار. الار شنو هو الار؟ الار هو ثابت الغاز الخاص او النوعي، ثابت الغاز اكو ثابت الغاز العام واكو ثابت الغاز النوعي. هذا ثابت الغاز النوعي الار سبيسيفيك يسموه 287، تتذكروا هاي القيمه اذا بالجول وجول على كلفن، واذا كيلو جول على كلفن 287 بالالف. اذن هاي مال ار، هو هنا راح يختصر، ما راح نحتاجه زين، ما راح نحتاجه زين. بعد شنو اقدر اختصر؟ اقدر اختصر الجاما ناقص واحد. الجاما ناقص واحد هاي اختصرها ويا الجاما ناقص واحد. فهسه ايش بقى عندي؟ هذا كله راح، هذا الفوق كله راح، وهذا راح من الار وراح من الجاما ناقص واحد، بقى عندي الجاما. فمن اجي ابسط المعادلة راح يصير واحد ناقص تي فور على تي وان، ماكو قدامها شيء كله اختصرناه زين، على الجاما هاي الباقية من الاختصار في تي ثري ناقص تي تو زين. هنشوف لي وين راح نروح زين. هسه نجي عندنا تي وان وعندنا تي فور وتي وان وتي ثري وتي تو، اريد كلهن اطلعهن بدلالة مثلا فد يعني يصير عندي كلها عوضها بدلالة تي وحدة، تي 1 او تي 2 او تي 3 او تي 4، بعد كلها تتوحد التيات. شلون اوحدها؟ خلينا نجي نشوف. احنا عندنا علاقات ما بين التيات. العلاقة الأولى شو تقول؟ تتذكرون اكو معادلة بالأحمر قلت لكم حفظوها، هاي الـ RC تساوي تي 3 على تي 2، ومن عندها التي 3 ايش راح تساوي لي؟ تي 2 في RC. هيات انا كاتب لكم اياها هنا. العفو هاي غير معادلة، مال غير التي 3 تي 2 في ار سي. هاي اذا التي 3 اقدر اعوضها بهذا المقدار زين. وبعد لحظه، وبعد ايضا شنو التي 2 نفسها هياتها، هذا هسه اجى وقتها التي 2 شو تساوي لي؟ يعني هسه لو تلاحظون السلايدات القبل هاي موجوده المعادله، تساوي تي 1 في الكومبريشن ريشيو اس جاما ناقص 1. فاني اقدر شو اسوي هسه؟ هاي التي 2 اشيلها اعوضها بهذا المقدار اللي هو تي 1 في الكومبريشن ريشيو في جاما ناقص 1، والار سي تبقى نفسها. اذا شوف هسه انا ايش سويت؟ سويت التي 3 بدلاله التي 1 عن طريق التي 2، فهسه التي 3 صارت كانما تي 1 زين. هسه كلها راح اطلعهم بدلاله تي 1 زين. هسه التي 3 صارت معلومه بدلاله تي 1، هاي راحت زين. بعد شنو عندي؟ عندي بقى عندي المعضله الاخرى، ها عندي التي 4. التي 4 شلون؟ التي 4 شو تساوي؟ هاي ايضا عندنا قانون بالسلايدات السابقه قلت لكم عليه. ايضا اقدر اطلع التي 4 بدلاله منو؟ التي 3 بدلاله تي 3. التي 4 شو يساوي لي؟ يساوي لي هذا المقدار طرفين بوسطين زين. التي 3 اني مسبقا طلعتها هياتها بدلاله تي 1، فاقدر اعوض عن تي 3 بدلاله تي 1؟ نعم اقدر اعوض عن تي 3 بدلاله تي 1. فايش راح يصير عندي؟ هذا المقدار كله اذا تشوفوه هذا كله ينزل، وين ينزل؟ ينزل هنا هذا. بقى شنو عندي؟ تي 3 اعوضها بهذا المقدار
اللي هو تي 1 كومبريشن ريشيو اس جاما ناقص 1، فصار عندي تي 1 كومبريشن ريشيو جاما ناقص 1. زين هنا يمكن عندي هاي شوفها والله يمكن هاي زايدة، لا هاي ما زايدة العفو، هاي آسف، هذا كل المقدار، هيات كل المقدار يعني تي 3 يساوي هذا المقدار، فهاي أيضا وياها هيات، شوف هاي كلها تي 3. زين هنا بعد ما نفصل هاي المعادلة ايش صار عندنا؟ صار عندنا تي 1 هيات، هاي تي 1 هيات. زين الكومبريشن ريشيو اس جاما ناقص واحد، احنا مو قلنا اي شيء اس مثلا اي ناقص بي، مثلا هاي اكس اس اي ناقص بي، هي شنو معناتها؟ اكس اس اي على اكس اس بي، فهنا الكومبريشن ريشيو اس جاما ناقص واحد، كومبريشن ريشيو اس جاما ناقص واحد شو تساوي لي؟ تساوي الكومبريشن ريشيو اس جاما على الكومبريشن ريشيو اس واحد، فاجي افصلها هنا، شو اقول؟ اقول تي 1 شو تساوي لي؟ تساوي لي هذه اللحظه هنا خليني امسحها، العفو قبل ما افصلها خليها هسه خليها كومبريشن ريشيو اس جاما ناقص 1 اللي هي هاي، زين وهذا الجاما ناقص 1 اوزعها على القوس يصير عندي كومبريشن ريشيو اس جاما ناقص 1 بالمقام، راح تختصر كلها ويا هاي. زين ايش بقى عندي؟ بقى عندي الار سي، هذا الار سي هو كالاتي، الار سي اس جاما ناقص 1 شو يساوي لي؟ يساوي لي ار سي اس جاما على ار سي اس 1، اللي هو هذا ار سي اس جاما على ار سي اس 1، واني من هناك عندي ار سي بالبسط، هاي الار سي الاصليه هاي، فراح تختصر ويا من؟ هاي الار سي الاصليه راح تختصر ويا هاي الار سي مال جاما ناقص 1، وهاي اختصرناها، ايش بقى عندي؟ بقى عندي ال T4 راح يساوي لي مجرد T1 في ال RC اس جاما، ال RC هي ال cut off ratio، ال cut off ratio. زين؟ شوف ايش قد صارت بسيطة مبسطة؟ ال T4 طلعتها بدلالة ال T1، إذا صار عندي ال T3 بدلالة T1 هياته، هاي أول وحدة. بعدين عندي ال T4 بدلالة ال T1 هاي ثاني وحدة. زين، ال T2 التي 2 هي اصلا هيات، هذا قانونها، هاي ثالث وحده هي اصلا بدلاله التي 1، فما عندي بعد، بقى عندي بس تي 1، اجي اعوض كل هذا القانون، هذا تشوفوه هذا القانون، اجي اعوض عن التي 4 والتي 3 والتي 2 بما يساويها بدلاله تي 1. زين خلينا نجي نشوف، نرجع هذا القانون هيات عدت كتبت لكم اياه من جديد، خلي هذين نمسحهن. زين هاي خلينا نمسحها. زين هسه شنو يصير؟ ال T4 وينها؟ هاي ال T4 اجي اعوضها T1 RC اس جاما، هياته RC اس جاما في T1 يعني هو عادي بالمقلوب انا سويتها. زين ناقصا ال T1 هي موجوده، نجي على المقام، المقام ب جاما، هاي الجاما نزلتها، ال T3 وينها؟ هاي ال T3، مو صحيح؟ هاي ال T3. زين ال T3 عوضتها T1 هيات، هاي T1 CR اس جاما ناقص 1 و RC، يعني هاي سويت شلون تقديم وتأخير بس هو نفسها، هاي شنو هي هسه؟ هاي ال T3، هاي ال T3. زين ال T2 هياته، هاي ال T2، فاجي وين اعوضها؟ هاي تي تي 1 سي ار اس جاما ناقص 1 وهاي تي 4. زين هسه اني من اجي اختصر اقدر يعني اطلع عوامل مشتركه واختصر ما يمكن اختصاره، فهنا ايش راح اطلع؟ هنا راح اطلع التي عامل مشترك، طلعت التي عامل مشترك، صار عندي ار سي اس جاما ناقص 1، هاي البسط. بالنسبة للمقام، بالنسبة للمقام ايش راح يصير عندي؟ شنو اقدر اطلع عامل مشترك؟ اقدر اطلع الجاما، هي موجودة الجاما، هي موجودة هاي
اللي اقدر اطلع عن المشترك هو T1، هذا T1 وهذا T1، والكمبريشن ريشيو از جاما ناقص واحد، كومبريشن ريشيو از جاما ناقص واحد، ايضا راح يصير عندي شنو ما بين قوسين ار سي ناقص واحد، وهذا نوع عوامل مشتركه، وهاي الجاما هي بالبدايه موجوده. زين هسه صارت هنا اقدر اختصر لو ما اقدر اختصر؟ اقدر اختصر لان ما عندي انا شو وقت ما اقدر اختصر من عندي زائد وناقص، يعني مثلا اي زائد بي على اي، هاي ما اقدر اختصرها ويا هاي، ليش؟ لان اكو زائد، الا اسويها بهالشكل هذا، اي على اي زائدا بي على اي. زين فهسه بما انه انا ما عندي بس عندي ضرب فاقدر اختصر، ايش اختصر؟ اختصر ال احنا مو طلعنا تي 1 عامل مشترك، فالتي 1 هنا راح يختصر ويا هاي. زين راح يختصر، وبعد شنو عندي يختصر؟ هاي اقدر اختصرها ما اقدر، ليش؟ انه عندي ار سي اس جاما ناقص واحد، وهنا عندي ار سي ناقص واحد، فما اقدر اختصرها. زين تبقى هاي نفسها موجوده، ويبقى هاي الجاما نفسها موجوده، الكومبريشن ريشيو موجوده نفسها، هاي نفسها، هاي هم نفسها تبقى، وهاي تبقى نفسها. يصير عندي القانون هاي هنا في 100، انت من دونهم صرت في 10، هاي في 100 هنا. زين هذا القانون النهائي لمن؟ للكفاءة الحرارية لمحركات الاحتراق الداخلي اللي تعمل بدورة ديزل. شنو اللي استخدمه بيه؟ راح احتاج الجاما اللي هي 1.4، راح احتاج الكومبريشن ريشيو، راح احتاج الكات اوف ريشيو. ها هي لهنا اكو سؤال او اكو اسئله؟ واي اسئله نصر عليها. ها طلاب نروح نحل سؤال عليها، فاهمين هاي؟ هاي بس لا ضاجوا وعافوني. طلاب هنا عندنا سؤال، راح يعني راح هذا الحكي اللي حكيناه كله شلون راح خوش سؤال سئله وقالوا شلون راح يجينا السؤال؟ السؤال هسه هذا فد مثال بسيط، هو طبعا هم مطول، بس شنو حتى تعرف شلون راح تستخدم الارقام وشلون راح تعوض وشلون راح تحل؟ فخلينا نشوف السؤال على عجاله، هم صار تقريبا ساعه تقريبا ماخذيكم، بس مو مشكله، انا ما عندي مشكله بس انتم خاف تعبتوا. يقول ان ديزل سايكل، في دوره ديزل The compression ratio كانت 15، 15 يعني 15 إلى 1. زين. وبعدين شو يقول؟ يقول compression begins at 0.1 ميجا باسكال، يعني الضغط بدأ، يعني الكومبريشن يعني قصده من الواحد إلى الاثنين. فمن يقول بدأ يعني شنو؟ يعني اعطاني ال P1. زين. هذا ال P1. هذا خليني أكتب جوال P1. زين. وأيضا اعطاني T1. هاي T1. من دا يقول لي الكومبريشن بيجن، الكومبريشن مين يبدي؟ يبدي من النقطة واحد إلى النقطة اثنين على الرسم. هسه الرسم أنا يمكن لو رافقه هنا كان أفضل، هذا الرسم مو هيك صار، كان عندنا طبعا الرسم حفظوه مادة الدورات، قد يجيكم بالامتحان. هيك شو نسوي؟ هاي واحد، هاي اثنين، وهاي ثلاثة، وهاي أربعة. هنا من يقول كومبريشن بيجن، الكومبريشن وين بيجن؟ من النقطة واحد وينتهي عند النقطة 2، فالطاني هنا معلومات الواحد الـ P1 والـ T1. زين بعدين شو يقول؟ يقول the heat added is انطاني اياها هاي الـ heat added الـ Q1 الـ QA قصدي طاني اياها. شوفوا اذا الـ T1 منطيني اياها، الـ P1 منطيني اياها، الـ QA منطيني اياها، الـ Q added منطيني اياها بوحدات الميجا جول لكل كيلوغرام. زين هاي الـ Q small letter كي جي. زين ومنطيني ايضا الكومبريشن ريشيو، بس اذا منطيني اياها خلينا نشوف شو يريد. يقول يريد ذا ماكسيمم تمبرتشر ان ذا سايكل، عندنا هاي السايكل واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي السايكل وين اعلى تمبرتشر بيها راح يكون؟ يعني اعلى درجة حرارة وين راح تكون؟ راح تكون عندي اعلى درجة حرارة طبعا هنا يعني بعد ما يتم الاحتراق T3،
زين خلينا نجي نشوف هو شلون شنو راح يبدي. يقول بي في 1 بي 1 في 1 يساوي ام ار تي. طبعا هذا قلنا الار يسموه ثابت الغاز النوعي، مو عندنا ثابت الغاز العام، ذاك قيمته تختلف. ذاك ما يقولون ام ار تي، يقولون بي في يساوي ان، هذا هيجي بي في يساوي ان ار تي. ذاك هذا الار هذا العام، وهاي عدد المولات هذا لا، او الكتلة ثابت الغاز النوعي يسموه. زين ف خلينا نشوف هنا شلون راح نطلعها. نجي نطلع الامور كلها المطلوبة. فهسه استخرج الفي 1 استخرجها. الفي 1 شلون استخرجها؟ بيا قانون، عندي البي 1 معلومة هياتها زين، وعندي الكتلة هو ده يقول لي اللي 1 كيلوغرام نعتبرها 1 كيلوغرام زين، والار ايضا معلوم هو هذا 287 بالالف اذا كيلو جول، والتي 1 ايضا معطيني اياها. فاذا اقدر استخرج الفي 1. الفي 1 شو يساوي؟ راح تكون اذا طرفين بوسطين راح تساوي لي ام ار تي زين على بي. الام هي قلناها 1 فراح تنشال منها، يعني نكتبها ما نكتبها نفس الشيء. فالار هو 287. التي ايش قد التي؟ التي مو 40، التي استخدمها بالكلفين. ليش؟ انه هذا القانون ما يشتغل التي بالسنتيجريد، يشتغلها بالكلفين. فلازم احولها اي شيء يعطيني اياها اي درجه مئويه اجمعها ويا 270 73 حتى تتحول الى كلفين، واحنا هنا ما سويناه بالفعل. هيا تشوفوا هنا جمعناها راسا وصار 313 كلفن، عوضت 313. ناخذ هذا الاحمر زين. اذا هسه صار عندي هاي الار، وهذا صار عندي التي 1 بالكلفن زين، والبي 1 100. ليش 100؟ لان هو مطيني اياه بالميجا باسكال زين. ايضا حولته اني هنا حولته الى كيلو باسكال، لان هذا القانون قلنا اذا كيلو باسكال استخدم الار هذا الرقم، اذا ميجا با اذا با شو اسمه اذا باسكال استخدمه 287. ما عندي ميجا باسكال، يعني ميجا باسكال تكون هذا الثابت اغير وحداته، فحولته كيلو باسكال اسهل اللي هو يطلع 100. بعد ما اجري العمليه الرياضيه ضرب وقسمه راح يطلع لي هذا القانون. شنو الحجم هذا؟ تذكرون احنا اخذناه هذا الحجم النوعي، يسموه الحجم النوعي. يعني شنو الحجم النوعي؟ يعني لكل كيلوغرام، هذا لكل كيلوغرام زين. بعد ما طلعنا الحجم النوعي لهذا الغاز اللي هو الفي 1 راح اقدر استخرج الفي 2 لو ما راح اقدر؟ راح اقدر، لان عندي الكومبريشن ريشيو اللي هي 15 زين، والفي 1 هي استخرجته، فاجي اعوض الفي 1 واعوض ال 15 طرفين بوسطين راح تطلع لي الفي 2 تساوي لي 898 على 15، يطلع لي هذا الرقم. ايضا راح يطلع لي حجم نوعي. ليش؟ لانه انا استخدمت حجم نوعي هنا، الفي 1 حجم نوعي، فهنا ايضا راح يطلع لي حجم نوعي متر مكعب لكل كيلوغرام زين. هسه واحد يسالني يقول لي زين ليش انت طلعت حجم نوعي؟ اقول له مو انا الكتلة افترضتها انه هي 1 كيلوغرام، ما مطيني اياها بالسؤال. فمن فرضتها 1 كيلوغرام، الحجم ل 1 كيلوغرام هو حجم نوعي يسموه زين، اللي هو قلنا بوقتها تتذكرون قلنا مقلوبة يساوي هو الكثافة، كثافة الكتلية مقلوب الحجم النوعي. مو هذا كلامنا. هسه احنا صار عندنا ال V1 صار معلوم وال V2 صار معلوم، هاي طلعنا مجهولين زين، وال T1 ايضا هو هنا معلوم زين. خلينا نشوف شنو بعد. ننتقل للسلايد اللي وراه، هنا ما يكفي. السلايد اللي وراه راح اطلع شنو هو شي يريد. يريد ماكسيمم تمبرتشر زين. انا اطلع اكو عندي قانون شي يقول، يقول ال كيو اي يساوي ام سي بي تي 3 ناقص تي 2. ال كيو اي هو مطيني اياها بالسؤال هياته، كيو ادد مطيني اياها بوحدات الميجا جول لكل كيلوغرام زين. ايضا هنا شنو ايضا حولتها كيلو جول، كيلو جول لكل كيلوغرام. شلون احولها؟ هو الكيلوغرام ما بيتحويل، الميجا جول احولها كيلو جول
يعني شنو؟ أضربها في ألف. زين. طبعا هنا شنو عندي؟ عندي ال تي 3 ناقص تي 2 قلنا. ال تي 2 على تي 1 عندنا قانون أيضا ذكرناه. شي يساوي؟ يساوي اللي هو من أقول تي 2 على تي 1 معناته وين بالي يروح؟ العملية من 1 إلى 2 اللي هي هاي الايزنتروبيك. ايزنتروبيك بروسيس هاي أول عملية مال صعود مال يعني هذا الكيرف اللي هيك صاير من 1 إلى 2. زين هنا الكومبريشن ريشيو معروفة والجاما معروفة هاي. إذا شنو عندي؟ أنا سأحتاج تي 2. تي 2 ما عندي، فعندي التي 1 هياتها موجودة، وعندي الكومبريشن ريشيو وعندي الجاما، فأقدر أطلع التي 2 اللي هي شنو؟ مجهولة. عن طريق هذه المعادلة طلعت لي التي 2 بالكلفن. ليش بالكلفن؟ لأنه أنا استخدمت التي 1 هنا بالكلفن، حولتها 313 بالكلفن. زين إذا هاي التي 2 راح أعوضها هنا، والتي 3 أنا أريدها اللي هي تي ماكسيموم قلنا، والام نعتبرها واحد، والسي بي ايضا هو السي بي ايضا نقدر نحسبه. هسه راح احسب لكم اياه، فراح نقدر نطلع التي 2. اذا هسه هاي المعادله الكيو اي قلنا معلومه، والكتله اعتبرناها واحد، والتي 2 استخرجناها منه هاي المعادله مالتها. زين ايش بقى عندي؟ التي 3 هو يريده، بقى عندي السي بي. هذا مو مشكله. ليش؟ لانه ايضا هو بي قانون، هاي قلت لكم للاطلاع هنا بهالمحاضرة يعني حفظوها. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندي جاما في ار، هاي طبعا مو اس، هاي جاما في ار على جاما ناقص واحد، بس هنا شوية صايرة صغيرة. جاما هيك، جاما في ار على جاما ناقص واحد. الجاما ايش قد؟ 1.4 ثابتة، في ثابت الغاز النوعي 0.287 ار سبيسيفيك، هذا اللي قلنا عليه، على 1.4 الجاما ناقص واحد. ها هي طلع السي بي عندي، هذا السي بي، اجي اعوضه. زين ما عندي بي مشكله. زين بعد ما عوضته راح تطلع لي هنا التي 3، والتي 3 هي راح تكون عندي التي ماكس اللي هي اعلى درجه حراره. ليش؟ لانه من 1 الى 2 انضغط الغاز ارتفعت درجه حرارته، صار انفجار ارتفعت بعد اكثر درجه حرارته، بدا الضغط يقل بنزول المكبس راح تنخفض درجة حرارة، فأعلى درجة حرارة تحققت هي وين؟ بالتي 3. فمن يقول لي the maximum temperature in the cycle معناته يريد التي 3، وأنا هي استخرجت التي 3 طبعا بعد عناء طويل، لأنه هواي أمور أني كانت مو موجودة عندي وحاولت أستخرجها من المعطيات الموجودة. خل أعيد هاي على السريع هذا الحكي اللي هسه حكيناه. هنا يريد التي 3 هاي مجهولة. التي 3 عندي قانون الحرارة المضافة مطيني هاي الكيو اي معلومة. زين الام نعتبرها واحد ايضا معلومة. التي 2 ايضا نقدر نستخرجها، ما معلومة بس نقدر نستخرجها من هذا القانون. زين طبعا التي 2 استخرجتها. ايش بقى عندي؟ بقى عندي السي بي. السي بي ايضا اقدر استخرجه، هذا السي بي. فنحل عندي السؤال، انحل عندي السؤال بالنسبة للفرع الأول اللي هو the maximum temperature. لهنا اكو سؤال طلاب؟ نقلب على السلايد اللي ورا. زين الآن ايش راح يصير عندنا؟ راح نعبر إلى يريد الشغل المنجز لكل كيلوغرام من الهواء. الشغل المنجز راح نشوف شو راح نحل هاي المساله. احنا شنو عندنا؟ طبعا راح اكو مقدمات. الشغل المنجز بيه قانون، القانون يحتاج البيات، فش استخرج؟ لازم استخرج البي 2. البي 2 ما عندي، فعندي قانون شو يقول؟ يقول البي 2 على البي 1 شو يساوي لي؟ يساوي الكومبريشن ريشيو اس شنو؟ اس جاما. الكومبريشن ريشيو معلومه هياته معطينيها 15، والبي 1 مطينيها بالسؤال طبعا حولناها 100 كيلو باسكال صارت، فاذا اقدر، والجاما 1.4، فاقدر شو اقول؟ اقول بي 2 على 100 يساوي لي 15 اس 1.4، وبالتالي راح يطلع لي البي 2 بسهوله جدا. هاي الكي سمول لتر. زين
بعدين شنو اقدر استخرج ايضا؟ شنو اقدر استخرج؟ الفي 3، لانه الفي احتاجها انا بحسابات الشغل، هو يريد الشغل فاحتاج الفي 3. فعندي قانون شو يقول؟ يقول بي 2 في 2 على تي 2 يساوي لي الفي 1 العفو الفي 3 بي 3 في 3 على تي 3. هذا قانون ثابت زين. ف طبعا هنا بما انه عندي كونستنت بريشر هذا 2 و3 يعني مستخدم 2 هاي، ذن نشوف 2 ذن تلاحظون بي 2 في 2 تي 2 هاي النقطه رقم 2 والبي 3 في 3 تي 3 هاي النقطه رقم 3. زين 2 و3 هي مو بثبوت الضغط، هذا النقطه 1 الى النقطه 2 بعدين 2 الى 3 بثبوت الضغط بعدين هذا تنزل هيك بهالطريقه هاي. هاي 2 و3 مو بثبوت الضغط؟ نعم بثبوت الضغط. اذا شنو معناته؟ راح اقدر اختصر البي، هاي البي 2 تساوي البي 3، راح اقسم الطرفين اما على بي 2 واما على بي 3 راح تختصر، راح يبقى عندي هذا المقدار في 2 على تي 2 يساوي في 3 على تي 3. زين هذا المقدار الفي 2 موجوده عندي، لو مو موجوده الفي 2 خلينا نشوف والله استخرجناها لو لا نمسح هاي الفي 2 استخرجناها اتصور بالسلايد اللي قبل هذا مو صحيح؟ استخرجناها الفي 2 اللي هاي قيمتها طلعت بهالشكل هذا الحجم النوعي هذا طبعا. والتي 2 التي 2 ايضا استخرجناها زين. والفي 3 هو احنا نريد نستخرجها على مود نحسب منها الشغل. وعندنا ايضا هنا شنو؟ عندي التي 3 التي 3 زين. بعد ذلك راح اقدر استخرج شنو؟ استخرج الفي 3 اللي هو شنو ايضا راح يطلع لي حجم نوعي. هاي كي سمول ليتر حجم نوعي. زين بعد ذلك راح استخدم هاي استخرج الكت اوف ريشيو لانه راح احتاجها بعدين، هو يريد هنا اكو فد مطلب يريد الكت اوف ريشيو، فاضرب عصفور بحجر واحد هم اطلع الكت اوف ريشيو وهم انا حتى استخدمها بحسابات الشغل بالسلايد اللي يجي. فالكت اوف ريشيو هي قلنا الفي 3 على الفي 2. شنو تعريف الكت اوف ريشيو؟ قلنا حجم الغاز بعد الاحتراق اللي هو في 3 هذا في 3 الى حجم الغاز قبل الاحتراق، هاي يسموها الكت اوف ريشيو اللي هي هاي 168 بالالف على 6% يساوي لهذا المقدار هو الكت اوف ريشيو يرمزونها برمز ار سي. خلينا نجي نعبر على السلايد اللي وراه. طبعا هاي المطاليب مسوي 1 2 3 4 يعني شلون اقول لك ما مرتبها بالسرة، يعني انت مثلا قد تحتاج شوف هسه احنا استخرجنا الكت اوف ريشيو يفترض قبل الكفاءة، فالمفروض تترتب يعني المفروض من يجي السؤال يجي بطريقة مرتبة يعني ناخذ هاي ان شاء الله بنظر الاعتبار. زين السلايد اللي ورا شي يقول؟ عندنا قانون شي يقول؟ يقول تي 4 على تي 3 يساوي ار سي الكت اوف ريشيو على الكومبريشن ريشيو اس جاما ناقص 1. فهنا شنو يعني؟ شوف انت مجبر اول وتالي راح تطلع كل التيات كلهن وكل البيات وكل الفيات حتى شنو؟ حتى تقدر تحل تستخرج الشغل تستخرج يعني حتى تكون عندك يعني انت عندك ذني المعطيات، بس من ذني راح تطلع البقية المعطيات حتى تستفاد من عندها بأي مطلب يعطيك انت تقدر تحل. زين هسه نجي اخر شيء هذا المين افكتيف بريشر ايش نحتاج بيه؟ نحتاج يعني شو اسمه نحتاج بيه حجوم ونحتاج بيه شغل. زين فهسه هذا قانون موجود احنا عندنا هسه وين دي يحكي 4 و 3 يعني شنو؟ يعني هذا هسه 1 الى 2 2 الى 3 3 الى 4 هاي 3 الى 4 هسه احنا هاي العمليه وصلنا لها. هذا القانون اللي هو راح يربط لنا تي 4 وتي 3 بالكومبريشن ريشيو وبالكت اوف ريشيو. زين فمن خلاله راح نقدر نعرف التي 4 لانه التي 3 سبق وان طلعناها بالسلايد السابق، فراح نقدر نستخرج التي 4 باعتبار عندنا الار سي كت اوف ريشيو هياته 2.8 طلعناها اذا تذكرون في 3 على في 2 طلعناها. زين والجاما هي شنو؟ الجاما هي 1.4 ثابت زين بالنسبة للغازات هنا بحركات الاحتراق، والكومبريشن ريشيو هي 15 مطينيها بالسؤال، فرأسا راح تطلع عندي شنو؟ تي 4 واللي هي مقدارها هذا.
1325.37 كلفن. من طلعت التي 4 راح اقدر اعرف الحراره المطروحه كيو ريجكتد. الكيو ريجكتد شو تساوي لي؟ تساوي لي ام اللي هي الكتله في السي في. ليش قلت سي في؟ لانه هنا عندي هاي العمليه اللي هي 3 و4 هاي استهنار انها من 1 الى 2 2 الى 3 3 الى 4 هاي العمليه من 3 الى 4 العفو اسف مو من 3 الى 4 1 4 الى 1 4 الى 1 هاي العمليه هي بثبوت الحجم ايزو فوليومك. فبثبوت الحجم استخدم سي في. السي في شنو قانونه؟ الار اذا تتذكرون على جاما ناقص 1. الار هو ثابت الغاز الخاص او النوعي، والجاما 1.4 ناقص 1 طلع لي السي في. زين بالسي بي بس مجرد هنا اخلي جاما، زين يعني اضرب هذا المقدار في 1.4. زين بعدين اجي اعوض هاي السي في، الام قلنا 1، هاي الام 1، السي في 718 هي طلعناها، والتي 4 هاي التي 4، والتي 1 هي هاي التي 1، طلعت لي الحراره المطروحه. الحراره المطروحه اخر سلايد اللي هو هذا، خلينا ننتقل له، هذا السلايد الاخير. شو يقول؟ يقول الشغل اللي هو شنو هذا الورك دان. الشغل هو شو يساوي لي؟ الكيو اي ناقص الكيو ار. الكيو اي ناقص الكيو ار. زين الكيو اي احنا شنو معلومه عندنا هياته، هاي الكيو اي كيو ادد. الكيو ار هسه استخرجناها بالسلايد القبلي، فصار عندي شنو كيو اي ناقص الكيو ار طلع لي الشغل. طبعا هاي اثنيناتهم الكيات سمول لتر. زين كيو اي ناقص كيو ار طلع لي الشغل، هذا الشغل لكل كيلوغرام. شوف هذا الورك بير كيلوغرام، وطبعا هاي يعني ما راح تجيكم هيك مخربطه، المفروض المطاليب هي تترتب حتى شنو على ضوء الحل. زين بس هنا ما ادري ليش السبب ما جايه مخربطه. زين اخر شيء شو يريد؟ يريد الكفاءه، او هو مطيها مطلب الثالث بس هي لازم يعطيها اخر شيء. الكفاءه ايش راح تساوي لي؟ الكفاءه هاي الاشتقاق الطويل اللي اشتقيناه ويعني دخنا به وتوصلنا الى هذا القانون اخر شيء. فاجي اطبق هذا القانون، يعني هذا القانون حاولوا تحفظوه، هذا القانون مال الكفاءه بالنسبه للديزل، وقانون الكفاءه بالنسبه الى الاوتو. هذا مجرد بس يعني نكتبه ونعوض ارقام. فهذا القانون شو يقول؟ يقول 15 اس جاما هاي 1.4 ناقص 1 في هاي النقطه، في الار سي الكت اوف ريشيو طلعناها 2.8 اللي قلنا في 3 على في 2 طلعناها 2.8. زين مسح ذني هاي الجاما 1.4 هاي الجاما، والواحد هذا نزله نفسه. فمجرد تعويض ارقام هنا راح يطلع لي الكفاءه 56.6%، هاي الكفاءه الحراريه. بقى شنو عندي؟ يريد مين افكتيف بريشر، معدل الضغط الفعال. هذا شلون استخرجه؟ استخرجه بواسطه انه الشغل على دلتا في، الفي 1 والفي 2. هسه واحد يقول لي ليش ما نقول الفي 3 والفي 4؟ هي نفس الشيء. هسه هاي اذا نرسم هذا المخطط، هاي ال1 وهاي ال2 وهاي ال3 وهاي ال4. هنا الفي 1 والفي 4 مساويات، بس الفي 2 والفي 3 ما مساويات. الفي 2 والفي 3 ما مساويات. الفي 3 ما اقدر استخدمه هنا، اقدر استخدم في 4 مو كان في 1. اوكي ماكو مشكله، اقدر استخدم الفي 2 لكن الفي 3 ما اقدر استخدمها، لانه يعني مو الحجم الاني اريده، ما تساوي في 2. بينما بالمحركات اوتو عادي كان عندنا الفي 2 يساوي الفي 3، كانت بهالشكل هذا. كانت هاي 1 وهاي 2 وهاي 3 زين وهاي 4. فكانت الفي 3 والفي 2 مساويات، والفي 4 والفي 1 مساويات. هنا لا، العمليه اختلفت. زين العمليه اختلفت هنا، فطلع لي هذا.
هذا مقدار معدل الضغط الفعال بوحدات الكيلو باسكال، والكي سمول. لهنا راح ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، وإذا عندكم سؤال أنا أستقبل أسئلتكم أو اقتراحاتكم.